تفضل. استاذ عيسى، يعني جيت اعطينا فكره حول الطبيعه الخليجيه، واين تكمن اهميتها؟ اخي شكرا جزيلا للاستضافه. اتفاقيتنا هي عباره عن توقيع اربع اتفاقيات مع نادي ريال مدريد الاسباني. ثلاث اتفاقيات تشمل توزيع المحتوى على الهواتف الخلويه بالوطن العربي وشمال افريقيا وجميع دول شرق اسيا انطلاقا من الاردن، زائد تم توقيع على اتفاقيه لاطلاق الموقع الرسمي باللغه العربيه لنادي ريال مدريد، لنوصل لل 350 مليون 400 مليون مواطن عربي، بصير بامكانهم التفاعل وقراءة الاحداث اول باول موقع رسمي باللغه العربيه. هاي اتفاقيه حصريه لنا، والحمد لله شركه اردنيه كتماشي مع الاجنده الوطنيه باطلاق بجعل الاردن كنقطه راسيه لعالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي. هي الاتفاقيه ايش راح يعني كم فرصه عمل؟ التوقعات ان شاء الله بين 100 ل 150 فرصه عمل جديده من بالاردن وخارج الاردن. ان شاء الله راح نبدا نفتح مكاتب جديده بمكاتب ريجنال اوفيسز موجوده بالاردن وخارج الاردن، لانه زي ما حكيت لك الاتفاقيه تشمل جميع دول شرق اسيا واغلب الوطن العربي، فبحاجه لمكاتب محليه في اغلب البلدان. فان شاء الله انطلاق الاردن يعني راح نبدا نفتح مكاتب جديده في دول شرق اسيا بشكل رسمي قريبا جدا ان شاء الله. شكرا.